وعمري 7 سنوات. انا بلعب لعبة الكيك بوكس، وانا بتدرب مع بابا الكوتش محمد شرقاوي، وصل لي سنة عم بتدرب عنده، وانا بطل فلسطين. انا بشارك بطولات كتير بحب اشاركها، وان شاء الله حعرف عالم فلسطين اصير بطل فلسطين. انا مدرب محمد شرقاوي، مدربه لاسد الله شرقاوي ابني، وانا عندي شباب كتير هلا عم يتحضروا لبطولات بالكيك بوكسينج مع نائب رئيس الاتحاد نزار طالب، وانا مدرب النادي الشعبي بصيدا، عملت عدة بطولات عالمية، مدرب منتخب فلسطين. ونشكر كل الداعمين، سفير أشرف دبور وكل الداعمين للرياضة، ألف شكر والمحبة والتحية لفلسطين، وإن شاء الله حنأجز أبطال عالم لفلسطين يمثلونا بالداخل وبالخارج ونفرج الثقافة الفلسطينية.